أهلا وسهلا بكل مشاهدينا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في هذه الحصة الاستثنائية من برنامج لقاء خاص، وفيها نطرح موضوعا يشغل البال العامة، وهو قانون ما سمي بقانون النوع. ولم نرى مكونا في ترسانتنا القانونية أكثر جدلا من قانون النوع، الذي أثار ضجة واسعة بين مؤيد ومناوئ، بين من يراه جرأة كبيرة وجرعة زائدة، ومن يراه إحقاقا لحقوق ظلت ضائعة دون أن تجد من يلتفت إليها التفاتة مناسبة. قانون النوع الآن هو شاغل الناس ومالئ الدنيا، وقد استضفنا لنقاش يعني هذه الضجة التي أثيرت حوله سيدتين، سومة محمد الولي وهي قيادية في حراكي هنا. أهلا يا سومة. سيدة النائبة سعداني من خيطورة، وهي يعني صاحبة الرأي المعروف، والتي قد تكون الآن ممثلة لسياق أو رأي أو حتى نقول تيار حيالة هذا القانون، قد نصفه بأنه تيار جديد غير ملتزم بما يعني يحتمل أن تكون ملتزمة به في إطار حزبي أو تيار إلى ذلك. هل توافقين على هذا؟ تقريبا تقريبا الأسئلة الأسئلة المغلقة ما هي بداية الحلقة، قد تكون في آخرها إن شاء الله. أهلا بكما، وطبعا نريد في بداية هذه الحصة أن نقدم للمشاهد الكريم على نار باردة صورة أو خلاصة هادئة لهذا القانون، بعيدا عن التوصيف المغرض وعن الأحكام المسبقة. أيكم لا تبدأن تعطينا للمشاهد الكريم صورة على بابها عن القانون؟ تفضلي. شكرا شكرا لك على الفرصة. أنا ظاهر لي عدن هذا القانون عدن جاء في مرحلة تاريخية ياسر من تراكم ملفات العنف، وياسر من 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 تراكم الحالات الاغتصاب بالنساء وفي الأطفال. وفي نفس الوقت نحن عندنا القانون الموريتاني ما فيه تجريم العنف ولا فيه آليات التعامل مع ذي الشرائع، ضد المرأة. نعم، العنف ضد المرأة طبعا. نعم. وما فيه آليات التعامل مع ذي القضايا، ونفس الوقت فهم أيضا ما فيه بنى تحتية المواجهة مستقبلا للنوع من القضايا. مثلا نحن كانوا عندنا ناجيات من العنف أو ضحايا العنف ما عندهم الدعم القانوني ولا عندهم الدعم الاجتماعي والنفسي ولا عندهم الدعم النفسي، ولا فهم أيضا ملاجئ حالة على الناجيات من العنف. وشوفوا كثير من النوع من الحالات بعض من الناجيات من العنف أهلهم يتعاملوا معهم بوصمة عار، ولذلك يجبرهم مشكلة لأنهم ما عندهم مرتين من العنف ومن نبذ المجتمع والأسرة. طبعا لأن الناجية من العنف دائما المجتمع يحملها مسؤوليتها ويعود ينظر لها بوصمة عار وينسى عنها هي كانت يعني لا يدرها في هذا. نعم. طبعا هذا القانون جاء بعد ياسر من المطالبة به وحاجة الساحة له والتفاف بعض من القوى الوطنية حوله من الحقوقيين ومن النسويات ومن قادة الرأي، نموذج منهم النائب السعداني. هذا القانون تمريره له يخفف ويواجه هذه الجرائم اللي منتشرة اللي ما عندها وسيلة تقد تعالج بها، ما هو وجود قانون صارم مع مرتكبي العنف وقانون يحل ذي المشاكل اللي هي وقانون يواجه مستقبلا من النوع من الحالات اللي هو. شكرا نائبة سعداني. في الحقيقة الذي نريده الآن بسرعة هو صورة متكاملة عن هذا القانون، الذين أنا أعتقد أن الناس تأخذ المواقف من الأشياء دون أن تعرفها. والشيخ عبد الله بيه يقول لابد من التعريف قبل التوصيف، يعني لابد حد يعرف المسألة. الناس قيمة الأيام ضد هذا القانون. هل ترين أن الناس تعرف الآن هذا القانون حق معرفته أم أنهم فقط حكموا عليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. شكرا أستاذنا الكريم، وشكرا لقناة الساحل على الاهتمام بقضايا المرأة بشكل عام وعلى الاهتمام بهذا الموضوع ووصفه شغال الساحة، وهو طبعا يصب بشكل واضح من موضوع المرأة ومشاكلها اللي تعاني وأيضا مناصرتها.
أيضا نحيي مشاهدين الكرام ونقول لهم عن كل عام شرهم بخير، تقبل الله منا منهم شر الصيام والقيام. أنا أعتقد أنه كيف قلت الناس بدأت تتحدث عن الموضوع وعن القانون قانون العنف ضد النساء والفتيات، والله قانون نوع سميه بأي نسخة سميته، بدأت تتحدث عنه وبدأت تقبض الموقف منه، بدأت تزار يزاؤه ما فاتك عن زلت النسخة الأخيرة. أنا نقول مبارك المشاهدين اللي صمتوا حال أنه إلى اليوم ذا ما فات جار الجمعية الوطنية. اليوم تحدثت مع المدير التشريع بالجمعية الوطنية، كان القانون وصل، قال لي لا لم يصل بعد. معناها الناس اللي قبلت مواقف، الناس اللي تدرس بطبيعة الحال، تم تسريب مجموعة من النخاس، بعضها النسخ عفوا، بعضها متضارب وبعضها متقارب وبعضها بين وتباين لباسي. المهم هي نسخ في النهاية، لا لا ما هي ما يمكن أن نعتبرها قانون، لأنها ما هي أولا لم يتم تشريعها ولم يتم أيضا إيداعها بالجمعية الوطنية، ونحن كنواب كمشرعين ما لنا معنيين بشي ما فات تم إيداعه بالجمعية الوطنية وعاد في صناعة. أنت كناشطة الآن غير، نحن تحدثنا عن السياق، تحدثنا عن وناشطة حقوق حقوقية، تحدثنا عن السياق، تحدثنا عن واقع المرأة وعن معاناة المرأة وعن الجو العام اللي تعيش المرأة، مما يجعلنا يهيئنا للحديث عن ضرورة إيجاد قانون، ضرورة إيجاد ترسانة تحمي المرأة. البعض قبل موقف من مجرد الحديث عن معاناة المرأة، طبعا هاي فرصتنا الذهبية نحن كنساء، وفرصتنا الذهبية كحاملات قضية المرأة، وفرصتنا الذهبية كمناضلات في هذا الحق اللي نراه حق مشروع وطبيعي تم سلبه وتحامت عليه قوى عدة قد نتحدث عنها في السياق. ترى انتم ما تكلمتونا عن القانون، كيف تدعون روسكم لا تعود كيفة المجتمع، لا تعود انت كيفة المجتمع، لا تكلموا لي عن القانون، صورة عن القانون، القانون يا اخي اللي بين يدينا ما نقدر نعطوا عنه صورة به اللي ما فاتش، لم يتم ايداع القانون حتى الان اللي نتحدث عنه واللي تختلف فيه الناس صرك ويخلق فيه زاري، هو الحديث عن معاناة المرأة، هو الحديث عن ضرورة إيجاد ترسانة قانونية تحمي المرأة. الناس اليوم قاعدة وتجيش ضد المرأة، ضد مصلحة المرأة، ولا تقبلوه قانون العنف، وهذا روجوا للعنف قانون الكفر، وهذا روجوا للكفر. شخصيا تم تكفيري للأسف الشديد، وتم اتهامي بالفسق من قبل مجموعة من للأسف الشديد من الناس اللي عندها سوء فهم الإسلام، وعندها جامعة بين ياسر من سيئات الممارسات الماضي مع الفهم السيء للإسلام. والحقيقة ياسر تراكم السيء لين يتراكم من حد وزن دول لا يستسهل تكفير الناس حول حيال القانون. القانون يا أستاذ فاضل، القانون يا أستاذ فاضل، أنت أخذت موقفا واضحا من لدعم هذا القانون في حالتي. مبدأ موقفي واضح في دعمي. نعم. شو هو المبدأ؟ ترسانة قانونية قوية ومحكمة تحمي المرأة. لا ما سوى عليهش. رأي يختلف عن مجموعة من الآراء. وأنتي ترسانة قانونية تحمي المرأة. محكمة وتشمل جنب خليني أنا أقول أنا رأيي. أنا أيضا عندي سؤالي. الشريعة الإسلامية. ألم تنصف المرأة؟ الفقه الإسلامي ألم يأتي بكل حقوق المرأة؟ الشريعة الإسلامية والإسلام انصب المرأة. الفقه الإسلامي ما انصب المرأة كان. الشريعة الإسلامية وحكم الله عز وجل العادل والقرآن وصحيح السنة ما ظلموا المرأة، بل أنقذوها وجابوا لها الخلاص. يا غير الفقه واجتهادات بعض الفقهاء والموروث الفقهي أظلم المرأة، وهو اللي اتخذ المجتمع التقليدي غطاء استمرار في ظلم المرأة، وده هو اللي نعيط به عنه. يجب تعديل ترسانة قانونية تحمي المرأة من هذه الجماعة اللي تحامات عليها، من المجتمع التقليدي اللي أصلا ما مرقى عنده قاع المرفشي، والكيف تلف عليه تمرق راسه حد يكرهها اللي بتدخل المرأة من بيتها إلى قبرها. اسمح لي هذا هو المجتمع نتكلم عنه، وفقهاء المجتمع اللي عدروا مثل هذا النوع من الفتاوى اللي هي عمرها بعيدة من قيم الإسلام وبعيدة من روح الإسلام وبعيدة من سماحة الإسلام. هذا التحالف بين الموروث الفقهي اللي طبيعة الحال ما هو موروث صحيح، واللي فيه ياسر من بعضه الهبوات يعني بعضه. وفيه طبعا نتكلم عن بعض، نحن معمم غلوم جهول، نحن نتكلم عن البعض. ودائما أنا بعد استخدم صفات التبعيض، غير بعض الناس يحلولوا عنه يقول عني نعمم حاجة في نفسي يعقوبة ولاني واحدة فيه. احنا ما نقاسي خصوم كنت ماني قاسي خصوم، انا قاعد ما عندي الوقت. نعم. احنا نتكلم بشيء اهم. نعم. نعم. خصوم قاع ما هم جايبين، احنا جايبنا شيء اهم هو واقع المرأة. سألت سؤال مهم جدا. هو السؤال مطروح، نحمي المرأة؟ هل الشريعة حامت المرأة؟ الشريعة حمت المرأة والإسلام حمى المرأة، قال ما نطبق الشريعة حتى يحمي المرأة؟ لماذا لا تطالب تطبيق الشريعة دون ما نطبق الإسلام حتى يحمي المرأة؟ نحن حالا اللي ننادوا به هو تطبيق حماية المرأة، وهذه هي روح الإسلام، وهذه هي معنى الإسلام، وهذه هي قيم الإسلام. من طبق
طبقت الشريعة الإسلامية في التجارة. نحن اليوم ولا عندنا مدونة التجارة شادين فيها الأخبار من سوالية كان فيها يوافق الشريعة والله يعاقبها. نحن مرة ماضية جانا قانون في البرلمان، جانا قانون عن موضوع الصيد وفيه مخالفة صريحة لبعض أحكام الشريعة وبعض أحكام الإسلام اللي معروفة ولا أتكلم حد عنها. يا أستاذ الكريم ذول يتكلموا يقولوا ياك مخالفة للشريعة، أنا أختار نقول مسألتين واحدة، أنه نحن نريد حماية المرأة ولا نساوم ولا نفوض حماية المرأة يا غير أي مادة في القانون لا يجي اسمح لي أكمل أي مادة في القانون مادة في القانون لا يجي تتعارض أقول تتعارض مع ثابت في الإسلام وفي الشرع ثبت بحكم قطعي الدلالة قطعي الورود. هذه نحن ما لنا فيها شيء، ما دون ذلك ضروري عندنا حماية المرأة. طيب لأن واقع المرأة اليوم المزري ومشاكل المرأة بتعوق حياتها بتعوق اندماجها في الحياة، هذا عاد متعين علينا عن نجيبوا لها ترسانة تحميها وعن نديروا الشرط الوحيد هو مجرد عنها ما تتعارض مع ثابت. طيب تتعارض مع آراء الفقهاء، تتعارض مع شيء من الموروث اللي غادر، تتعارض مع شيء من الآراء اللي ما هي طيب شوف هو فيه في شوي من العنف الفكري شوي من العنف الفكري، ليس العنف ضد المرأة، العنف ضد الإنسان، العنف ضد العقل. العنف الفكري ما في شك سأبين على ما أريد قوله. الحقيقة أن هناك جوع إلى القانون قد لا يكون مبررا عند الكثيرين. هنا ليس معنا فقهاء سواء كانوا معتدلين أو ضايعين في، وليس معنا خصم لسعداني ولا خصم لك انت، لكن لماذا نحن القانون القانون قانون العنف والقوانين اللي سن المشرع الموريتاني، كنا نتكلم مع حمدان لتاه حفظه الله والباطن المحمدي، كانوا يقولوا لنا عندما اردنا ان نسن القوانين الموريتانيه قبل البرلمان قلنا هل نفقه القانون ام نقنن الفقه، والواقع انهم قننوا الفقه بأنهم قالوا إن كل ما مسكوت عنه في هذا النص سواء الجنائي حين زيك قانون المدني يقول كل مسكوت عنه في هذا القانون يرجع إليه حين إلى راجح مذهب الإمام مالك، وفي القانون الجنائي عمموا كل مسكوت عنه يعاد فيه إلى نصوص الشريعة الإسلامية يعني بشكل واسع لأنه تعلق بالدماء وما إلى ذلك. لماذا لا نضع ظهورنا في هذا القانون الإسلامي الشرعي ونطالب بقانون موريتاني شبيعة قانونا؟ لماذا لا نطالب يعني إعادة قراءة النصوص الإسلامية وإعادة استقراء الحقوق في الشريعة الإسلامية ونتشبث فقط في قانون عند بعضهم مشبوه هكذا مشبوه؟ أنا في البداية في بداية مداخلتي نختار نشير المسألة لأن هما نسخ ثلاث هو بات خاض نسخة من القانون تحت اسم قانون النوع 2016 أظن ورفضه تم رفضه وعقب رجع للمداولات في المجلس الإسلامي أظن في البرلمان. إيه لا هو نهاية السنة الماضية. لا عطري دبوس اللادمي كما يقال. هذه لا تعطي شوي توضيح للنفس اللي خارج من النسخ. النسخة الثانية من قانون النوع اللي ارتفض في المجلس ذيك المداولات ردوه. كان أيضا تحت نفس المسمى وكانت في ذيك المواد اللي عند بعض عليها شم تحفظات على أساس أنها مخالفة للشريعة الإسلامية. ونختار نأكد عن الجميع كامل اللي في الفضاء العام الموريتاني ما عنده هدف بشيء يعود مخالف للشريعة الإسلامية، لكن كان يساري ويميني طبعا يا غير نحن نحاول علينا ذي المشاكل اللي عندنا علينا نجبروا لها حلول، نجبروا لها حلول من داخل الشريعة الإسلامية بطريقة تعود مقوننا وطريقة أيضا تعود ما تختلف مع القوانين الدولية ذاك منها اللي قد يتواءم مع مجتمعنا. يا غير نختار نشرع فكرة هون يروج لها البعض خصوصيتنا الثقافية، نحن عندنا خصوصيتنا الثقافية كما عند الجميع، لكن خصوصية ثقافية لا يقصد بها العنف، لا يقصد بها إهانة الإنسان مهما كانت امرأة أو شخص من فئاتنا الأخرى. نحن ذا اللي نطمحوا له دولة قانون تعود فيها الجميع يشعر بالأمان والكرامة ويعود حقوقه مصونة في القانون. هذه النسخة ضركة جاءت تحت عنوان قانون مكافحة العنف ضد النساء والفتيات كأنه كلهم وحده للنساء والفتيات. نعم وتتألف تقريبا من 6 فصول أظن 55 مادة. نعم هذه المسودة خاضت على مجلس الفتوى والمظالم وأجازها
ومجلس الفتوى والمظالم أظن عن لا يمكن أحد على أنه يزايد عليه فعلا يقد يمرر شيء مخالف للشريعة الإسلامية ولا يقد أيضا يزايد على أي رجال ثاني لأن ذي مجتمع مسلم كامل ولا فهم حد عنده هدف بشيء خارج عن هذا الإطار الشرعي لأنه يخصنا كاملي لكن المزايدات عند البعض دائما يستغل الحاجة النفسية أقوى هذا القانون تم تسريبه ونفس الشيخ لقى في النسخة الماضية ايضا تم تسريبه والقوانين دائما ما تسرب لان تمشي عند مجلس الوزراء تجي للبرلمان ومصادقه عليها حتى تعود تنشر المجله الرسمي لكن هذا التسريب ايضا مريب لان الهدف منه ما معروف هو تشويش القانون من سيرورته الى المصادقه نعم البعض اللي عنده راي يقول على ان ذا القانون مخالف للشريعه نحن طالبنا بإخراج مادة من ذا القانون تعود مخالفة للشريعة الإسلامية نحن كأشخاص موجودين في المجال العام نطالب بحماية المرأة بوجود مسودة قانون تعود تحميها وتعود تطبق عقوبات صارمة في الجونات لكن إلى حد الساعة ما رأينا الشيء ذاكو محكوم بليد بعض من الآراء وبعض من, 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 من التعصب للمواقف كما قالت السيد النائب اللي تعود راجعة لرؤية بعض من الأشخاص اللي ما زال يعيش في القرون الوسطى المجتمع عنده الكثير من المشاكل هذه المشاكل نحن مطالبين بوجود لها حلول لكن الحلول نحن قدو نعالجوها بطريقة تعود تتماشى مع الشريعة الإسلامية وأيضا تتماشى مع القوانين الدولية الحياة العامة نعم وتتماشى مع القوانين الدولية وهي بالمناسبة تعلو على القوانين المحلية أيضا أنا لاحظت أن البعض علق على مادة تتعلق بالحريات العامة والخاصة هذه موصولة في الدستور المادة 10 والدستور اذكر ذي الحريات كيف حرية السفر داخل التراب الوطني كيف حرية الخروج منه كيف حرية الممارسة السياسية والنقابية كيف مزاولة الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية إذن عن هذه الحقوق مصونة لكل مواطن بغض النظر عن جنس بغض النظر طيب سعود إليك شوفي سعداني أنت خلينا نقوله أنت تأخذين معركة حتى في محيطك الفكر الخاص هل لمستي حجة يمكن الركون إليها ضد هذا القانون؟ تمام هذا السؤال مهم جدا ممكن نقف عنده قال اسمح لي شوي سابقه نتوقف عند نقطة مهمة شاك عنها اللي تدعمنا في السؤال اللي سألت عنه توضيح النقطة اللي سألت عنها أنا اخترنا عرف بعد قاع ناس تقول القانون يتناقض مع الشريعة الإسلامية يتضارب مع الشريعة الإسلامية اخترنا عرفوا الشريعة الإسلامية شيء البعض هام ويقزم الشريعة الإسلامية في بعد اسمح لي ما يقصدون طبعا هو القياس البعض هام ويقزم الشريعة الإسلامية ذا الحكم اللي قد كبره وهذا النظام الراقي اللي دقت قدرته على تنظيم حياة البشر بطريقة تعود أرقى ما تكون تعود ما فيها الظلم وفيها القيم الكبرى العدالة والصدق والإنصاف هام ويقزمها كاملة في جانب ردعي جانب إجرائي ردعي اللي هو الحدود الشريعة بل من الإجبار أينما وجد العدل فثم الشريعة أينما وجد الإنصاف فثم الشريعة أينما وجد رفع الظلم عن المظلوم فثم الشريعة معناها إحنا بأي حال من الأحوال نقول عن فرسانة جاية لا تحمي امرأة مستضعفة معناها أن موضوع الشريعة هذا مفروغ منه نحن نتعامل مع شيئا حاضر يمكن أن يتهم أبشر ما نوقف المقاطعة تفضل الشريعة أوسع من هذا نظام في قيم أداء سياسية وفي قيم أداء سياسية حياة البشر في كونها معناها عن هذا القانون بطبيعة الحال وغيره من القوانين نعود جاي له يرفع الظلم عن كائن مستضعف هذا ما يقدر ينقل عن الشريعة هل لمسنا حجة ممتاز هل لمسنا حجة واضحة لهذا القانون للناس اللي قاعدة تعدل الحملة وتشوه القانون وتشوه المدافعين عنه أنا اسمح لي نقول لك مسألة وأتحمل مسؤوليتها والحمد لله أنه الشخص اللي تكلمت معاه موجود أسأل الله أن يطيل في عمره وأتمنى عليه أن نعود نخرج عن الصواب قيدة أنملة يصححها للرأي العام السنة الماضية لما وردتنا النسخة الأخيرة من قانون النوع أخذت نسخة في الوقت المناسب وتلفنت على الشيخ أحمد جدو لأحمد باهي حفظه الله قلت له شيخنا أنا لا ينودع لك نسخة من هذا القانون وهو مهم والمرأة وضعها مزري اللي تعيش يا غير نحن كمسلمين ما نقدر أبدا نتجرع لله عز وجل ونقر منظومة قانونية فيها مواد تعارض شرع الله عز وجل بشكل واضح لذلك أودع معك هذا القانون ولا نعطيك فرصة تقرأه ولا نجيك ولا نقرأها أنا ونقرأها مع مختصين في جانب آخر ولا نجيك وتقول لي المواد فيه رقم واحد واثنين وثلاثة اللي تتعارض مع الشريعة خليت عنده القانون ومضى عنده أسبوع وتواصلت معه
قال لي ما رأيت مادة تتعارض مع الشريعة. يا شيخي أرجوك أتمنى عليك صحح لين نخرج عن الصواب قيد أنملة. قال لي ما رأيت مادة ذكي واضحة خارجة على الشريعة. خير فمشي من الجو الما هو واضح وفمشي من الأمور الما هي مريحة. يا جماعة أمرة مطحونة مطلقة يمشي عنها الراجل ويخلي لها أولادها ما عندها باش تقريهم ولا باش توكلهم. واحدة تنضرب بالعنف تعنف ماديا، واحدة تعنف نفسيا وتعنف رمزيا، تمتنع من تكمل قرايتها بحجة البلوح وتمتنع من تكمل قرايتها بحجة انها ما تعورها. واحنا مالنا قايسين الدشرة وانت ما تعورها، انت مالك انسان، انت ما تنتكلي على راسك. معناك انت الاخضاع بالقوة وبالقبضة الحديدية للمرأة مادة تعيش هذا الواقع. ينقال لنا مالنا جايبين للقانون بناش ما رينا فيه مادة تعارض مع الشريعة، بين فيش من الجو ما هو واضح. يا جماعة أين الإنصاف من هذا؟ أين روح الإسلام من هذا؟ أين العدالة اللي هي قيمة كبرى في الإسلام؟ في نسخ قبل هذه النسخ قيل إن أتحدث عن النسخة اللي يقول بعضها نسخة مشهورة. لا ولكن هناك حكم أحكام نمطية جاءت مع قراءة النسخ التي كانت في كان فيها مساس بقوامة الرجل وبالطلاق في يد الرجل والعصمة. أنت تعرفين أن هذا كان موجودا في بعض نسخ القانون وكان مثلا ضجة، وهو الذي يعني حمل الناس. أعود من جديد نقول عن القانون النسخة الأخيرة ربما تعد فيها تعديلات. عندي معلومات أنها تعد فيها تعديلات غير ماني متكلم عليها. إلين تجي لهن عدلوا نفس الخطوات اللي عدلت السنة الماضية مع حد من المشايخ ومع حد من أهل العلم. يا غير نقول عنه من غير الإنصاف عنه نقوله عن ما في مادة تتعارض بشكل صريح مع حكم ثابت. أقول بشكل صريح مع حكم ثابت، لأن ذاك الترف لو خر الهم وحدين يعدلوه، والورع اللي خذ لنفسك بالأحوط ولغيرك بالأيسر هو معدلينها لكونترر في موضوع حماية المرأة. خذ لنفسك بالأيسر ولغيرك بالأحوط. المرأة تعيش واقع مزري، لماذا تأخذون لها بالأحوط؟ خذون لها عنكم ما تعدلوا مادة تتعرض مع شرعية. نعم يغير عنكم تعدلوا شيء من الورع الاجتماعي اللي ما هو وارد قاع حياتهم حالة ما فيها ورع اجتماعي. من هم الناس اللي تروج على ان نرفض. كيف تمن اسمح لي ما نلقي بعواهن الكلام هكذا. هذه واضح يا اخي، هذه ما واضح من انا ما اي واحد اليوم يقف انا ما نكمل المشاهدين شيء عام ممكن شيء خاص. اي واحد مشاهدين واضح اي واحد ولا وحده ويسوى كان مرتبته شنو ويسوى كان مستواه شنو يقف امام قانون ما فيه مادة تتعارض بشكل صريح مع حكم ثابت من أحكام الله عز وجل، يقف أمامه بدعوة شيء من الترف الاجتماعي هو يتناسى في المقابل ويعود أناني يتناسى النساء اللي ينطحنوا واللي محتاجين لقوانين تحميهم. اسمح لي نقول لك عذر آخر يقولوا هذه القوانين مؤطرة من اتفاقيات دولية. اي قوانين عندكم هون ما مؤطره من اتفاقيه دوليه؟ قد سولتوا يعني اسمح لي ما في قانون هون اليوم ما هو مؤطر باتفاقيات دوليه وخاصه القوانين اللي صار على تنميه تطبيقها. ما قد استوقفكم؟ يا كان هذا القانون مؤطر باتفاقيات دوليه والله ما متفق فيه ما مؤطر به استوقفكم فقط قانون المراه لانها ما هي جايتكم في شيء عنها تعود حره وانها تعود عاقله وانها تعود منتجه وانها تعود مستقله وانها ما تعود تخضع بالقوه. سمحي هم لا يسولك سؤال ليس بالاسلام شوي شوف انتم مقارباتكم مفتونين بهم الغدر ما تسمعوا. احنا لا بد ان نستزيد من هذه المقاربات عندكم. شوفي من المستفيد؟ خليني من قراءات في بداية الألفية عندما تكلموا عن إعادة قراءة النصوص ويقولون أن الرجل الرسولي والفقه الذكوري هل ما ندفع ثمن حتى الآن أنت إذن تحملين هذا الفكر. إذن هناك فقه رجولي ذكوري يريد المرأة أن تبقى تحت إبط الرجل وتحت ملكا يظل يتأبطها بين حياة ملكا ليمين. هذا هو قصدك؟ طيب وهذا هو اللي ما هو قادي الصح لا ما هو ماشي مع الإسلام ولا الحياة قادة تسمح. طيب هذه الموصوفة بأنها يسارية وهذا ما اللي يسمح لي يقول لك عنه هو اللي يغذي جل الناس اللي جل الآراء اللي رافضة رفضا باتا. نشوف ليس غريب عن ذاك الواي أنه الآن الساحات تجيش كاملة والمجموعات والوسائل التواصل الاجتماعي تجيش. تعرف لماذا؟ حين شوي أكره ما أكرهه في النقاش لإفعال مركب المجهول تجيش يفعل بها يتم الآن تجيش الساحات. تعرف لماذا؟ ما تعرف لماذا يتم تجيش الساحات؟ أنا مستعد نجاوب عليه سؤال ما ندورها. قول الفلونيين التيار الفلاني الشخص الفلاني العالم الفلاني واسك أما يزيش ويفعلوا ويتركوا لا أحبذهم لأنه فيه نوع من خليل حتى أنا ليس مهم عندي نقول فلان بعينه وإن كنت لا أخاف بالله لو متلائم ويعرفون إلا نقول فلان يقرره نقول مسألة أنه رأي أنا أتكلم عن رأي قاعتف اللي على الرأي راوت خلفه الرأي اللي جيش الناس حالا ضد ترسانة تحمي المرأة ما فتعرف ما هي تجيب واضح عنه ضد مصلحة المرأة من حيث المبدأ. أنا خايف الأذن ناطح الهواء لا بد أن أي هواء لا نناطح قوى تقليدية اجتماعية واضحة بأغطيتها المختلفة
قبيلة بقية القبيلة هذا أوسع من القبيلة، هذه قوى اجتماعية تقليدية، هذا نظام أبوي اجتماعي. أنا ما تقدر تجيبولي أستاذ الكريم، أستاذ الكريم قضية الشياطين وهاللخل والبهدات، ما يدور ما يدور حد يطرح لي الصبع أستاذ الكريم، هذا ما عينك يطرح لك عين، هذا نظام اجتماعي أصلا. لا هذا فلسفة، هذه فلسفة ولا هو قابل أبدا، يتم الخروج عنه. خليك يا سيدتي تجري وتقولي لي اجتماعي أبوي رجولي رافض نظام الموريتاني مثلا، الموريتاني الموريتاني مثلا المغاربي شنو نظام اجتماعي؟ نحن نتحدث عن الكاريبي والمحيط الهندي، نتحدث عن المجتمع الموريتاني، نتحدث عن المجتمع الموريتاني. النظام الاجتماعي التقليدي نظام يرفض تماما ان تكون المراه ما تقدر تشي فيدي، كما ان من القانون انا قريته ما دار شي فيدي الا اذا كان مجموعه من الاجراءات. ما نعرف صالح تلوث يدير فيدك شنو؟ القانون ما دار شي فيدك، احنا كي ما درنا شي فيدك، هذا هو اللي يعبر عن الاشياء. متداول بكثره في الفيسبوك، انا دورك تقولي التيار الفلاني، القبيله الفلاني، الرئيس الفلاني، الفريق الفلاني، وياك نعرف الخصم منه ولا الخصم؟ الراي الرافض لوجود قانون يحمي المرأة. من يحمل هذا الراي؟ يحملوا الناس اللي رافضوا وضع الناس هم كاملة. شوف الحين شوي انت ما لقيت تقبل عنه شاب زبعه في الساحه، اول ندور نلود الزبعه جاي من من يغذيها، الزبعه جايه من اراء واضحه، واحد رافض وواحد مع واحد وسط. عرفنا لك انت معاه وسومه معاها تيار يساري وانت تيار اسلامي ومعاهم. طيب كيف شخصيه هي تيارك ما هم على القانون وهي تيارها ما هم على القانون، وانتم هنا في اشخاص معها احنا نعاش زاد يعني انت هي بعد تيارك ما هم على القانون. قانون ايش؟ اي قانون؟ هذا قانون النوع هو ذات شقع تعرف اللي معاه واللي ضده. نحن مع المبدا نتحدث عن المبدا، الخلطه الاخرين اللي اقاموا الدنيا ولم يقعدوا، نتحدث عن المبدا زادهم. في 4 دقائق من الحلقه ساعود اليك. شوفي اسمحي لي، يبدو ان التنظير ما تلا عنده وقت لغاية ندور مقاربة مضبوطة مضغوطة في وصف هذا القانون ومقبوليته بسرعة في دقيقتين. وعود النايب تختم إن شاء الله. مالك سامحني شوي نعلق على نظام الاجتماعي. لا من فضلك الوقت إلى تبقي أنت عندك دقيقتين وديري تبقي ديري. أول شيء دلنا نشر شوي عندنا نظام اجتماعي قائم. عندك دقيقتين ديري. نظام اجتماعي التقليدي عنده مؤسسات تمثله، هذه المؤسسات مرة نقاط تعود تمثل في أحزاب سياسية تقليدية تحافظ عليه. نعم. أحزاب سياسية كيف؟ احزاب سياسيه تقليديه توب. نحن الاحزاب السياسيه عندنا لا حنيني، نحن الاحزاب السياسيه عندنا كامله. وانا حتى اعلمني انا مثلا كنت في اليف بي دقيقتين ديتو توب انا نختار نقول على ان ذل النظام الاجتماعي اللي كان عندنا انه اصبح اليوم للاسف الشديد عنده مؤسسات بشكل مدني، لكنها تعيد انتاج ذل النظام اللي هو، وهذا اكثر دليل عليه ذي الاحزاب السياسيه اللي عندنا اللي قوية، اللي للأسف شديد مثل أصوات من داخل حزب تواصل وأصوات من داخل الأحزاب الأخرين. لكن نحن ناظر للساحة السياسية حالا نشوف الترهل الموجود عندنا في الأحزاب اللي هي، لكن ذاك الترهل ما قد يعود حاجز من دون هذه الوقفة بشراسة أمام حرية المرأة أو حصولها على الفتات من حقوقها. أنا نختار نخاطب المرأة الموريتانية اللي تعود تخرفني حالا، نحن كاملات معرضات للعنف، والعلايات اللي ناجيات من العنف هما يدفعوا ثمن تعرضهم لشي ما عندهم فيه ذنب. المطلوب منا اليوم نحنات اللي عندنا واعي ونحنات اللي نعرفوا شنو هو خطورة النوع من الجرائم اللي هي علينا نوقفوا مع قانون يقد يعود يساعدنا في مواجهة العنف. نطالب الدولة الموريتانية كمواطنات، ما أن مواطنات من درجة ثانية، إحنا مواطنات كاملات الأهلية إلى درجة علينا نعود وعندنا قانون يحمينا، عندنا قانون يصون حقوقنا اللي موصونا أصلا في الدستور. لكن خطابات ذكورية تحاول علينا الرجل أن نعود عنده هذه الحقوق، نفس الوقت تحاول تمنعها من المرأة. هذه الحقوق اللي ثارت بعض من الضجة عند بعض من الناس على أساس أن حريات عامة وحريات خاصة هذه موصونة في ديباجة الدستور وموصونة في المادة 10 من الدستور. المطلوب منكم تعرفوا عليكم عندكم ضرورة لوجود قوانين حماية من العنف. انتوماتي كاملات معرضات للعنف، انتوماتي كاملات موجودات في الفضاء الخاص تعانوا العنف، موجودات في الفضاء العام تعانوا العنف، التحرش، الاغتصاب، تحرش من اماكن العمل، تحرش من اماكن الدراسه، تحرش داخل البيت، المشاكل الزوجيه اللي مع الازواج. خلاص بارك الله فيك ما شاء الله. انا لا نخسر شوي، تسمح لي بنعرض شوي على الناس العباد. انا عندي شوفي واحده من المعايب اللي قدامنا عنصر اخباري ما نقدر نتاخره. انا عندك دقيقه ونص ولا دقيقتين ياك ما نعود ظالمك. تفضلي بسرعه اي قصر هذا الدقائق اللي سنعطانا في البرنامج قصر هنا قصر هنا من المخرج. تفضلي بسرعه. نختار نعرج شوي على المعايب اللي حاول البعض يلصقها باي منظومه قانونيه جايه لتحمي المراه. يقول لك لا يتوخر لنا الفتاه وحدها وتوخرها عن سيطره الاب وتوخرها عن القوام. انا اختار نقول عن السيطره
والإخضاع بالقوة والتربية بالقوة وبالقبضة الحديدية. أنا ما نعرف قاعدة بسم حالي قد يلصقوهن في الإسلام أولا ياك يعدلوا بعد قاعد مقدسات الإسلام. مثلا نعرف الإسلام تربية بالقدوة. نعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك صاحبه 10 سنوات قاعد أنه ما قط نهره معناه القوة ذا ما يفي معناه العنف ذا ما هو فيه ولا قط سولي لما فعلت كذا قال عنه ما قط مسك المس من كف ولا قط عشان مسك اطيب من من, من حرير المس من كف ولا مسك اطيب من رائحته بابي وامي عليه الصلاه والسلام. معناها النموذج في الرقي في العلاقه المبنيه على الحب علاقه التربيه المبنيه على الحب ومبنيه على احترام خيارات الاخر ومبنيه على الحوار معه. معناها القانون ما هو قال قاعد عنكم شيء تعودوا مسلمين وما تعودوا مطبقين الاسلام في بيوتكم. القانون ما هو قال عنكم شيء اذا تعودوا مجتمع ذكوري رجولي يخضع المراه بالقوه. قانون جاي ليقلع المراه يخلص المراه من الواقع اللي المزري تعيش وهذا ما هو خاص. هذا ما هو خاص مثل الرجال السعوديه. شكرا لكم جزيلا سمى محمد الولي قياديه في حراك هنا و النائبة المحترمة سعداني من خيطورة نائبة البرلمانية. شكرا لكم شكرا جزيلا وشكرا للمشاهدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.